شويه تطورات الفلك لمواليد السرطان بشهر ايلول سبتمبر 2022. حبلش بجمله مكتوبه بالكتاب في هالشهر بتقول: ولد الفن يوم قالت الحيه لحواء: اطيب اكله في الكون في الفردوس هي التفاحه، بدلا من ان تقول لها كلي التفاحه. هيدي قالها امين نخلي. مزبوط، الاشياء يلي بدك اياها بتقولها بطريقه غير مباشره، وهيدا على كل حال من صفات مولود السرطان يلي ما بيروح دغري الى هدفه، بل بيحاول انه يبرم حوله وبيقول رغبته بطريقه غير مباشره حتى ما يتلقى الصدمه بالرفض في غالب الاحيان، او هيدا اسلوبه. عزيزي مولود السرطان، بهالشهر العالم بيشهد تطورات كتيرة ومنها إيجابية إذا أخذنا بالاعتبار الطوالع الفلكية، بينعكس إيجابا على الكتار. ولو إنك بدك تواجه أنت بعض الصعوبات بسبب موقع ميركور بالميزان وجوبيتر بالحمل، اثنيناتهم بيعاكسوك وبيوضعوا العراقيل قدام الإنجازات، بس نجاحك بيتوقف على حرصك على التعاطي مع الآخرين بليونة ومحاولة إقناعهم برقة والإصغاء إلى اقتراحاتهم بدون عنجهية. ما رح أخفيك إنه بعض الإحباط بده يزورك بهالشهر، بتشعر إنك رح تفتقر إلى السيطرة على الأمور، أو إنه العوائق تتكاثر قدامك وقدام مشروع لإلك. رغم هالشي بتقود مشاريعك بمثابرة كبيرة وبتكون مزود بحيوية شديدة وعازم على العمل بدون توقف، بتفيض حيوية وبتكون الإرادة كبيرة جدا لدرجة إنك بتترك أثر هائل لدى من تلتقيه وبتعرض عليه أفكارك ومشاريعك. ما تتردد قدام بعض الطلبات لأنه رح تلاقي دعم كبير ودعم جيد من المحيط، كما من الناس يلي بيحبوك وبيوثقوا بقدراتك. الأفلاك بتهديك نجاح بعالم التجارة والبيع والترويج والإعلام والتعليم والأدب والكتابة والنشر، بيستعين الآخرون بحكمك الصائب على الأمور. ولو أنك بتشعر داخليا ببعض الاضطراب والخشية من الفشل، كوكب المال بالنسبة لك بينتقل اعتبارا من تاريخ 23 لمنزلك الرابع أي للميزان. شو هو كوكب المال بالنسبة للسرطان؟ هو الشمس، بيشير لعائدات بتتلقيها عن المحيط عبر المحيط العائلي أو عبر إرث مثلا أو قسمة أملاك أو بيع لبعض الأملاك وما شابه، يمكن شراء كمان ملكية جديدة. بالأسبوع الأخير من الشهر يمكن تجني أرباح عن طريق أعمال فندقية أو ما يتعلق منها بالغذاء والمطاعم والعقارات وكل الشؤون الحياتية الضرورية والمعيشية. كمان بتكون التقنيات مباركة بهالفترة، هي فترة جيدة للتعاطي مع الخارج وجذب بعض المستثمرين إذا كنت رجل أو امرأة أعمال. إلا أن الصحة بتحتاج للعناية أكثر بالأسبوع الأخير، عدم الاستهتار بأي عارض أو تراجع على هالصعيد. نصيحة الفلك: تضلك متفائل وما تروح بأوهام وعمليات شرائية باهظة ومتهورة. هالفترة مناسبة كمان لوضع خطط جديدة ومقابلة وجوه أخرى يمكن تحدثك عن مشاريع مختلفة وتعرفك على أفاق جديدة. هيدا على الصعيد المهني، على الصعيد العاطفي منكون مع فيديو آخر.